الصيام فيه راحة للجسم وفرصة لإزالة السموم. هل تعلم أن حشو الزئبق في أسنانك قد يكون من أكبر مصادر السموم عندك؟ لكن شلون تعرف إذا الحشو اللي عندك في أسنانك هو زئبق؟ تشوف في المراية، وإذا كان لونه رصاصي أو فضي يعني زئبق. الزئبق اللي في الحشو تدخل منه كميات صغيرة بشكل متواصل كل يوم، خاصة إذا نمضغ عليه أو إذا نشرب عليه شيء حار مثلا. المشكلة وين؟ إن الزئبق من أخطر المعادن السامة. شلون تعرف إذا هذه الزئبق قاعد يأثر على صحتك؟ انتبه لأعراضك: صداع مزمن، تقلبات في المزاج، تعب وإرهاق، أو حتى مشاكل هضمية. وبعد مدة يصير تزيد هالأعراض وتصير تساقط في الشعر مثلا، هبوط في المناعة، مشاكل جلدية. كل هذه الأعراض أعراض تسرب الزئبق إلى الجسم. كل ما زادت مدة الزئبق في أسنانك زادت قابليته على التسرب. نصيحتي إنك تستبدل كل حشو الزئبق اللي عندك بالحشو الأبيض العادي مع طبيب متمكن، ما عدا النساء الحوامل أو في وقت الرضاعة، لأن بعض الأوقات إزالته من الأسنان قد تسبب خطر على الطفل. وعامة تفادى حشو الزئبق في المستقبل لك ولعائلتك. انتهز فرصة رمضان لمساعدة جسمك على التخلص من كل سمومه. هذه كان رأيي والقرار قرارك.